بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. يعطيكم العافية السادة الحضور، ويعطيكم العافية الأخوة والسادة من جميع المحامين والقائمين على هذه الندوة المهمة، والتي تعتبر من أهم الندوات التي أقيمت في الآونة الأخيرة في بلدنا العزيز. ليش؟ أن الندوة اليوم تختص في قضية تبنى عليها الدول، ألا وهي قضية التعليم. عشان نتفق كلنا يا أخوان، الدولة تبنى على ثلاثة أمور: أولها التعليم، وثانيها الأمن، وثالثها وآخرها الصحة. اليوم أنت خلينا عن التعليم، فإحنا تخلينا عن أكبر وأصلب عواميد هذا البلد، فمن واجبنا اليوم أن احنا نتصدى لهذه القرارات التخبطية والمتسرعة والغير صائبة. رداً عليك أستاذ أحمد، أول شيء مسي عليك وعلى الدكتور أحمد المطر رئيس اللجنة التعليمية. السلام بارك ساتك أبوك. رداً عليك أستاذ أحمد، طبعاً احنا انصدمنا، حالنا من حال أي جهة ثانية ممكن أنها تكون مهتمة في هذه القضايا. صحينا من النوم تاريخ 22/6، لقينا صحيفة تتكون من 13 صفحة، طبعا ما في أحد ما دزها لنا. شنو هذا يا أخوان؟ قرار صدر من وزير التعليم العالي المستقيل، والذي لا يحق له قانونيا إلا بتصريف الأمور العاجلة نفس ما قال الأستاذ شريان. طبعا هذا أمر ما يعتبر أمر عاجل، أنك توقف عدد من الكليات والمعاهد المصرية العريقة، واللي دستورك أساساً ما أخذت إلا منهم. أنت وقفت الحقوق في جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية، ومعظم مخرجات هذه الجامعة إذا مو كلها ناس لهم تقديرهم واحترامهم في جميع البلدان، سواء كانت عربية أو غربية. جامعة عين شمس فيها 84 جنسية. أنا حضرت شهر 1 أو شهر 12 مع السادة في الملحق الثقافي، السادة الدكتور عبد المحسن القحطاني الله يذكره بالخير، والدكتور عبد الرحمن رجعان. هذا الملحق الثقافي عشان تكونون بالصورة في وجهة نظرنا، أما الأخير منهم ما يعنينا احنا، وتكلموا وكانوا وافين، وأنا راح أتكلم هم عن بعض النقاط اللي تخص رئيس الملحق. رحنا اجتماع يعتبر اجتماع عالمي أو مهرجان يسمى بمهرجان الشعوب، تقيمه جامعة عين شمس سنويا. حضر هذا الاجتماع 84 جنسية، يعني تخيل أنت 84 جنسية أو دولة تعتد بهذه الجامعة وهذه الكليات. أتي أنت يا جهاز الاعتماد الأكاديمي وتقول لي أنا ما أخذ من هالكليات؟ طيب أنا ما عندي مشكلة، إذا كان الموضوع مبني على جودة التعليم، فترى احنا مو بس بالاتحاد الوطني، مو بس في مصر، لا بجميع الدول العربية، احنا من الكويت وليل الكويت، واول من بساندكم في هذه القرارات ان كان المغزى والمقصد منها الجودة التعليمية احنا. اما انك تصدر قرارات ما تستند فيها على ادلة وحقائق واسس، لا، فهذا امر غير مقبول، لا لنا ولا للجنة التعليمية في مجلس الأمة ولا لجمعية المحاميين ولا لجميع جمعيات النفع العام. أعتقد ما في أحد يختلف عليه هذه. أما التهجمات اللي قام نشوفها في السوشيال ميديا فهذا أمر غير مقبول، كلام لا يستند على أي من الأدلة والحقائق. الجامعات المصرية فيها غش، الجامعات المصرية ما فيها انتظام، لا الطالب يروح يمتحن ويرد، هذا أمر مو صحيح. ممكن يكون في السابق كان في نفس الأمر، ولكن الآن أنا طالب في مصر وفي جامعة الإسكندرية تحديدا، وأقول لكم إحنا نقعد طول السنة هناك. إي والله أنا بالسنة هذه كلها ما رديت إلا مرة واحدة، ما شفتها إلا 14 يوم بالسنة كلها. أحتي أنت تحرك كل المجهود اللي أنا بذلته وتقول أن هالطالب اللي يدرس في مصر ما يحضر إلا 3 أو 4 أسابيع في السنة، لا هذا أمر غير مقبول، ولا أنت تقبله على زملائك ولا أخوانك ولا أصحابك اللي يدرسون في جمهورية مصر. نبي الكل يعرف مدى الظلم اللي وقع على مجموعة من الطلبة من يريد استكمال تعليمه سواء في البكالوريوس أو في الدراسات العليا. نبي نعرف
بس شنو اللي وصلته وياه مع تعليم عالي؟ حاضر حاضر تامر. اي انت طولت خبراتك ما حد قال لك شيء استاذ شيلان. يلا فمبدئيا في 22/6 احنا كان عندنا اجتماع صدفه مع الملحق الثقافي، احنا محددينه في يوم الاربعاء 22/6 واحنا رايحين المكتب الثقافي صدر هذا القرار. طبعا دخلنا الملحق وكان هذا اول امر تكلمنا فيه يا دكتور احمد رشيد يا رئيس الملحق شنو هالقرار؟ طبعا قبل لا اساله هو قال ايش رايكم بالقرار؟ ويضحك امر عاجبه امر طبيعي، طبيعي انك تقلص الجامعات والكليات والمعاهد المصريه بنسبه تزيد عن 60%، طبيعي عنده، وخصوصا الكليات اللي فيها تكدس، يعني الكليات اللي فيها عدد كبير انت وقفتها. قلنا له اكيد ان هذا الامر ما يسرنا، بس انت شنو رايك دكتور؟ قال والله هذا امر ما يعنيني. قلت شلون ما يعنيك؟ انا وانا جايك من الاسكندريه شفت صحيفه القرار وفي بند اعتقد رقم 8 مكتوب انه وبناء على ما ورد من المكتب الثقافي الكويتي بالقاهره، شلون انت ما شارك دكتور؟ ممكن توضح؟ قال فيصل انت ايش فيك علي؟ ترى انا صدق مو مشارك القرار. قلت له شنو هذا دكتور؟ قال هذا مجرد رفع عدد الطلبه احصاء. قلت له احصائيه بعدد الطلبه الاكثر والاقل؟ قال لي والله. وهذا القرار اللي هو تصرف فيه هو اللي بنت عليه اللي بنى عليه التعليم العالي قرارات. هل وعدد الطلبة على حسب كلام دكتور احمد؟ المفروض للحين على كلامه لا، هذا تاريخ 22/6، ولكن بعد ما اصدرنا بيان بنفس اليوم استنكرنا فيها الامر. طبعا البيان اخذ صدى لان هذه قضيه مستحقه بنظر الجميع الا من رحم ربي. وتواصلنا مع اللجنه التعليميه في مجلس الامه متمثله بالرئيس دكتور حمد المطر. امسي عليك بالخير دكتور. وقلنا له ان احنا بندعو لوقفه احتجاجيه ونبي وقفتك فيها انت وبعض الناشطين السياسيين. الدكتور قال حاضر وما قصر وحضر، وسوينا وقفه احتجاجيه، وهذه سابقه عشان تكونوا بالصوره، سابقه ان يقوم اتحاد مصر في وقفه احتجاجيه بالتعليم العالي للاحتجاج على مثل هذه القرارات. رفعنا قضيه، احنا عندنا محامي للاتحاد رفع قضيه وطعنا في هذا القرار. بس احنا ما نبي توصل له المواصيل وننتظر الى صدور صدور الحكم. وهذا الطالب اللي تخرج هالسنه بيطوفه، بيروح على القطار بيطوفه، ننطر له السنه الجايه. انا راح هيك على النقطه استاذ شريان، خصوصا اني انا الحين انا طوفت فرصه طلبه الثانويه الخريجين 2022 واجلتها ل 23 عشان احل مشكلتهم. هذا امر غير مقبول، انا افضل ان يكون في تدخل عاجل عشان نحل هذه القضيه. المهم سوينا وقفه احتجاجيه، وبعد الوقفه الاحتجاجيه صعدوا الشباب في الهيئه الاداريه، انا للامانه ما كنت موجود اللي تواجدي في مصر للدراسه. صعدوا مع الدكتور حمد المطر وكلموا الدكتور صبيح المخيزيم وقال انا مالي شغل، هذا قرار جهاز الاعتماد الاكاديمي. شلون؟ غير صحيح ان الكلام ولا الخطاب من الملحق دايركت بدون اي اشتباه، بدون اي 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 وديوان الخدمة المدنية واللجنة التعليمية في مجلس الأمة. تمام، وافقوا طبعا، والدكتور حمد أقام هذا الاجتماع وللأسف ما حضره نفس ما قال بسبب الوعكة الصحية اللي أصابته وما تشوف شر دكتور. وأقمنا طبعا الاجتماع وكانت مدته 4 ساعات ونص، ناقشنا فيه العديد من القضايا. أول قضية ناقشنا فيها أنا الحين راح أذكرها لكم إذا تسمح لي أستاذ أحمد. قضية القرار رقم 86 الابتعاث لجميع دول قرار الخليج العربي. إيه قرار وزاري يقتضي بوقف ابتعاث طلبة طب الأسنان بجميع الدول العربية والخليجية. طبعا يا اخوان عشان تشوفون عشان تكونون بالصورة ممكن تشوفون يعني ما تشوفون الا اتحاد مصر اليوم. تسألون وين السعودية، الامارات، بحرين وباقي الدول العربية والخليجية. أنا أقول لكم اليوم أن ما في اتحاد بالدول العربية والخليجية إلا اتحاد مصر، ولذلك فإن هذا الموضوع اليوم مستند علينا والحمل ثقيل. وعشان كذي احنا جايين اليوم أنت صدر المشهد ونتكلم بلسان جميع الطلبة سواء كانوا دارسين بالخليج أو بالدول العربية. فهذا القرار استند مبدئيا على
الاعداد الطائله لطلبه طب الاسنان. مبدئيا هذا كان كلامهم، ان انا والله يا وزاره الصحه مكتفي عدديا وما احتاج بعد اطباء اسنان. ديوان الخدمه المدنيه اصدر قبل 3 اسابيع وبعد قرارهم يعني بعد 22/6 بان سوق العمل الحالي في الكويت يحتاج الى اطباء اسنان. بعد ما تخرجوا وطلعت نتائج الثانويه العامه قالوا لهم يا اخوه اللي يبي يروح يدرس طب اسنان خليه يتوكل على الله، ترى احنا محتاجين اطباء اسنان. قمنا احنا ايش سوينا على طول؟ طبعنا القرار وحضرناه معنا باللجنه ورفعنا لهم. قلت يا استاذه فاطمه اسنان وكيل مساعد الوزاره للشؤون الخارجيه والدكتور حمد العدواني، قلت يا اخوان هذا قرار او بيان من ديوان الخدمه المدنيه يقول لك ان انا محتاج اطباء اسنان، شلون انت في قرارك تقول انا مو محتاج؟ هذا امر غير منطقي، في تناقض يا اخوان في مؤسسات الدوله وعدم ترابط، هذا امر غير مقبول. ما يصير ديوان الخدمه المدنيه يشتغل في شق والتعليم العالي يشتغل في شق وجهاز الاعتماد الاكاديمي يشتغل في شق اخر، لا لازم يكون في تناغم وترابط وتناسق في مؤسسات الدوله ولا الدوله بتضيع. ما يصير كل واحد يشتغل من طراخه راسه ويشتغل بروحه ويشوف له طريق ومسار ويمشي فيه من غير لا يرد على باقي المؤسسات. فتكلمت رئيسة ديوان الخدمة المدنية مشكورة الأستاذة مريم العقيل وقالت بعد طبعا ما أطالت النقاش، قالت أنا بالآخر أنا محتاج أطباء أسنان، عشان أكون صريحة معكم جزاها الله خير ما قصرت، قالت أنا محتاج أطباء أسنان. وبالتالي شنو كلام وزارة التعليم العالي اللي اندرج فيه صحيفة القرار غير صحيح وباطل. احنا اليوم نطالب اللجنة التعليمية متمثلة بالنواب أولهم الدكتور حمد المطر، مدام أن ديوان الخدمة المدنية أفصح عن هالأمر واعترف بأنه محتاج لأطباء أسنان، بأي حق وزارة التعليم العالي تلغي الاعتراف أو توقف في الدول العربية والخليجية وتبعث الطلبة إلى الخارج؟ هل كلام مريم العقيل مثبوت في محور اجتماعكم هذا؟ السؤال وجهنا حق الدكتور حمد المطر بس أكيد مثبوت، كل شيء مسجل على كلامه. نعم. الشخص اللي وقف وياكم على سر كلامك هي مريم العقيل فقط. تمام. شنو كان رد التعليم العالي بعد ما ذكرت الدكتور؟ طبعا قبلها تكلموا وقالوا ان هذا امر يعني وزاره الصحه وهي الجهه المسؤوله عن اطباء الاسنان، ولكن هذا امر غير صحيح. والجهه الوحيده المسؤوله عن هذا الامر وتنظيمه هو ديوان الخدمه المدنيه. يعني وزارة الصحة يمكن تقول لك أنا حالياً بالسنة الحالية ما أحتاج أطباء أسنان، ولكن ديوان الخدمة المدنية يدرس الوضع بعد 5 سنوات، والطالب اللي سجل هالسنة يتخرج بعد 5 ولا 6 سنوات ما يتخرج في العام الحالي، وبالتالي الإجابة الأصح هي إجابة ديوان الخدمة المدنية فهي الجهة المسؤولة. تمام؟ فأنت بكذي مشكلتك ما هي مشكلة عددية ولكن مشكلة مع الجامعات العربية والخليجية في الطب وطب البشري. بالذات يعني كان القرار هذا قرار متعمد او قرار مصير، انا ما ابي الطلبه هذول يتاثرون لا بالخليج ولا مصر. اللي تخصص طب الاسنان؟ نعم. انت عايزان عن تنظيم الاليه، انت يا وزاره التعليم العالي عايزان عن تنظيم الاليه، ليش ما تتعب نفسك؟ انت في كل دوله عندك ملحق ثقافي ومؤسسات قام تنضخ فيها اموال ضخمه. اتعب يا اخي، زيدهم كم بيزه ونظم العمليه، نظم الاليه. انت اليوم استاذ فيصل كطالب في كليه طب الاسنان الصالح الوكيل، انت ايش رايك بمخرجات التعليم اللي انت قاعد تشوفها امامك خصوصا مصر او من زملائك في دول الخليج؟ والله للامانه شهادتي في نفسي وفي اخواني وزملائي الطلبه مجروحه، ولكن هذا السؤال لازم يتوجه الى وزاره الصحه واحنا ناخذ الادله منهم. وزاره الصحه ما سبقوه. انا اقول لك نعم. طبعا وزاره الصحه أو وزارة التعليم العالي أدرجت في صحيفة القرار أيضا وبناء على ما ورد من وزارة الصحة بأن المستوى التدريبي لخريجي الجامعات العربية والمصرية من في تخصصي الطب البشري والطب وطب الأسنان متدني. نعم. ولذلك احنا أخذنا القرار. طيب إذا أنت يعني أنا ما بقول لك أن هذا طبعا القرار أتى بالإجمال، ما قال أنا والله أشوف الجامعات مثلا في قطر ولا في البحرين سيئة ولا في مصر سيئة ولا في الأردن، لا قال كل الجامعات. زين طيب أنت حدد لي أي من هذه الجامعات عشان أنا أعرف، عشان الدولة تعرف إذا والله مخرجات البحرين هي سيئة، بالعكس أنا أسوي لها بوست جراديوت سيشنز أعلمهم أطورهم، ولا أنت تبي تتخلى عن الطلبة وتعطيهم ظهوركم يعني تعطيهم ظهرك والسلام عليكم وعليكم السلام؟ لا طيب الطالب هذا عنده مشكلة أنا لازم أعالجها، ما أعطي ظهري،
ما تخلى عنه. اذا انت اليوم يا 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 التعليم العالي بتعطي ضغطك ولا وزاره الصحه، احنا مستعدين ننظم هالامور، ترى مو قاصرنا شيء، بالعكس ما في مؤسسه بالدوله ان شاء الله راح تتخلى عنه. جمعيه اطباء الاسنان موجوده، جمعيه الاطباء العامه ايضا موجوده. على طاري هل احد من جمعيات طب الاسنان، هل احد وقف وياكم من جمعيات النفع العام تم اتصال فيكم ساندوا الطلبه يعني حاملين او دارسين الأسنان؟ الإجابة بسيطة، للأسف لا. أنا الحين أقول لك ليش. في بعض الناس للأسف وبعض المسؤولين ماخذينها كبزنس. أنا أي طبيب أسنان يتخرج عندي اليوم من أي دولة هذا يعتبر منافس لي بالمستقبل، صحيح ولا لا أستاذ أحمد؟ يعتبر منافس لي في سوق العمل الخاص، وبالتالي أنا كل ما قللت عدد المنافسين وعدد خريجي هذه الجامعات هذا أمر أفضل بالنسبة لي. كل ما زادت فرصي بالشغل في القطاع الخاص وكل ما اكتسبت يعني فلوس اكثر. هم ينلامون، ولكن مو اصحاب القطاع طبعا ينلامون نسبيا، بس يعني بشكل عام اللي المفروض يمنع هالامر مؤسسات الدوله مو جمعيات النفع العام. جمعيات النفع العام ياتي دورها بعد هذا، بعد الـ 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 بعد الجهات التنفيذيه. شفنا مؤسسات حق الجميع يوم سالناك عنهم قلت لنا انه ما شفنا رد الا من ديوان وخدنا فقط، اما التعليم العالي ما اخذت منه لا احد ولا عز الله. تمام، الحين احنا بنتكلم عن الكارثة. القرار هي هذه الكارثة. ايه دكتور حمد انت اكثر واحد اخذ وقت. لا مو قاعد اقول وقت، قاعد اقول نبي الكارثة شنو. ايه الكارثة هو قرار الوزير رقم 151 والذي يقتضي بوقف عدد من الكليات والمعاهد المصرية في برنامجي البكالوريوس والدراسات العليا. باطل في وجهة نظر المحامين والقانونيين، ولكن الوزارة تشوف شيء انتم ما تشوفونه الظاهر. الوزارة ما تفهم. جمعية المحامين تقول احنا ما نشرف. طيب انا احنا شاركهم بالرأي للأمانة. الوزارة ما تفهم، تدري ليش استاذ شجاع؟ لان احنا لما واجهناهم بالأدلة والبراهين ما حد فيهم عرف يرد، وكل واحد يقط يعني المشكلة على الثاني. والله وزارة التعليم هي المسؤولة، استاذ فاطمة السنان تقول والله جهاز الاعتماد الأكاديمي مسؤول مو انا. حتى الاخ فايز الجمهور عضو اللجنه التعليميه ونائب مجلس الامه قال يا اخي يا جماعه هذا امر مو مقبول. الحين كل ما حصرناكم القيتوا التهمه على الجهه الاخرى. يا اخي واحد يتصدر مشهد يقول انا المسؤول، خلوا عندكم جرأة شوي، قولوا احنا غلطانين، عدل غلطك. يا اخي كلنا الغلط، لكن من غير المقبول ان لا تصحح هذا الخطا وتقول انا غلطان. قول انا غلطان ما في مشكله، بالعكس والله يا دكتور علي المطف ولا يا دكتور صبيح المخيزي تكبرون في عين الطلبه وعين المواطنين، لكن اطلع قول انا غلط. انت اليوم وقفت عدد كبير من الكليات والمعاهد المصريه. عشان تكونون بالصوره احنا يعني اذا كان الموضوع مستند على الجوده التعليميه نفس ما قلنا احنا ما عندنا اي مشكله، ولكن يجب ان تهتم لامرين. أولهما أن لا يأتي القرار وأن لا يعمل من تاريخ صدور. وقف، ولكن أعلن قبلها بخمس شهور ولا أربع شهور، قول أن اعتباره من تاريخ من شهر 10 شهر أكتوبر مثلا أو من 8 أو 9 وين كان، بعض من هذه الجامعات أو بعض من هذه الكليات سوف تتوقف بناء على الدراسات وال حددها لا بناء على ما ورد من 1 2 3. جهاز الاعتماد الاكاديمي انت صار لك 4 سنوات مونداز تيم من عندك او فريق يتفحص الجامعات المصريه. انت في 2018 لما اصدرت قرار قلص عدد الجامعات المعتمده في مصر من 33 جامعه الى 8 أو 7 جامعات، تمام، انت كنت داز فريق، جهاز فريق، والاتحاد ما 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 تكلم ولا جمعيات النفع العام تكلمت. ليش؟ لان بعض هذه الجامعات كانت مستحقه. اما اليوم انك توقف الاعتماد من جامعه الاسكندريه وعين شمس وبعض الجامعات الثانيه، لا هذا امر غير مقبول. هذه جامعات حكوميه يعني حديقه. يعني بعض القرار وتتفق مع لا لا انا اتفق مع قرارهم في 2018 اللي كان مدروس فعليا، وفي صحيفه القرار كل شيء كان مدروج ومدروس، وكان داز تيم جهاز الاعتماد الاكاديمي داز فريق يتفحص الجامعات فعليا. الحين دكتور حمد المطر حمد العدواني انا اسف رئيس جهاز الخدمه المدنيه جهاز الاعتماد الاكاديمي يقول ان انا صار لي 4 سنوات مو داز تيم، يفتخر في هالشيء. قلت له زين دكتور انت على شنو استندت مدام انك انت مو طالع مصر صار لك 4 سنوات ولا داز تيم من عندك يتفحص الجامعه؟
جاب بإجابة صادمة. قال الملحق الثقافي زودني بكافة التفاصيل. طيب الملحق الثقافي هذا بالاجتماع ها؟ قال باللجنة. اي قال باللجنة، قال باللجنة قدام الكل فخر. ليش ما يدري ان الحبيب باللجنة؟ اي ليش ما يدري الحبيب الدكتور احمد رشيد رئيس الملحق قايل لنا في الاجتماع تاريخ 22/6 بان والله العظيم انا مالي شغل، مالي شغل. فانت جبته بين الشخصين، كل شخص يتناقض مع الكلام. ايوه بالضبط. وعشان تكونون بالصوره، الكتاب اللي رفعه حق الوزاره واللي اندرج في صحيفه القرار هذا طلع كتاب سري ومو مدروج اساسا في ارشيف الملحق الثقافي ولا موجود في ارشيف الوزاره. يعني اذا 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 دورتوا ما راح تحصلونه للاسف. واتحداكم انا احد يطلع. رئيس اللجنه التعليميه يقدر يطلب سؤال برلماني. اي نشوف اذا ما غيره وقدر ياخذ الاصل شيء زين. بالعكس احنا نطالبهم اليوم ان نشوف احنا ونعرف منو فيهم الصادق ومنو فيهم الكاذب. باكر ان شاء الله قد يصادق. تمام. بس احنا طبعا احنا ما راح ننتظر للسنه الجايه. الدكتور احمد المطر قال ان احنا نظمنا او طالبنا بعمل امتحان بلدي او امتحان شنو؟ امتحان وطني. امتحان وطني. هذا يا جماعه عشان تكونوا بالصوره، ترى اللجنه التعليميه بمجلس الامه طالبت فيه، انا اذكر السنه اللي طافت طالبت فيه السنه اللي طافت. الدكتور حسن جوهر بنفسه بالاجتماع قال، الاجتماع اللي طاف في مجلس الأمة قال ان احنا طالبناكم السنه اللي طافت في امتحان وطني، وينه؟ طيب انت معلش دكتور احمد المطر، بس انت يا اللجنه التعليميه يعني تسالني عن شيء انا طالبت فيه السنه، انت طالبت فيه السنه اللي طافت، وينك طول السنه؟ يعني الحين خلاص خريجين السنه اللي طافت اللي طالبت حددتها فيهم امتحان وطني، مفهوم ان خريج مثلا الفلبين نفس ما ذكرته والدول الاشتراكيه والسعوديه وايا كانت الدول سيئه او جيده يمتحنون هالامتحان بعد ما يتخرجون. لا 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 مو كذي، مو كذي. لا امتحان وطني، الامتحان الوطني هو مخرجات الثانويه العامه، مخرجات الثانويه العامه. اي واحد تخرج ثانويه عامه يقدم كويت ناشونال تيست، الامتحان الوطني اللي من كل الدول الغربية تقوم فيه، مو البكالوريوس. ما تتكلم عن البكالوريوس أبدا. شكرا. تمام جواك الله دكتور. أي. فاحنا نفس ما قلنا يا أخوان، احنا مع القرار إن كان المغزى والمقصد منه الدفاع عن الجودة التعليمية، ولكن إن كان القرار مستند على أو مستند على الجودة التعليمية فاحنا نتمنى أن الوزارة تزودنا في هذه الأمور، وهذا ما عجزت عنه الإدارة في الاجتماع الأخير، وما زودتنا في أي تفاصيل، ولكن كانوا يتهربون من كل سؤال نوجه لهم وكل واحد يلقي التهمة على اللي حوله. فإحنا نفس ما قلنا، إذا بتصدر نفس القرارات لازم تراعي التاريخ ولازم تراعي طريقة تطبيق القرار، وأن لا يعمل من تاريخ صدوره. فنفس هذه القرارات فالمفترض أن يكون لها سابق انذار. تمام. وإن كنت أنت تبي تحافظ على ميزانية الدولة فمن الأفضل أن تفتح الدراسة في مصر. عشان تكونوا بالصورة يا أخوان، في مصر سنوياً يسجل في مصر من 8000 إلى 10000 طالب، وهذا طبعاً عدد كبير، ومصر تعتبر أكبر حاضنة للطلبة الكويتيين خارج الكويت. أكبر حاضنة للطلبة الكويتيين خارج الكويت أنت قفلت عليها، بالتالي أنت ما قدمت حق الدولة البديل. هذه كارثة. يعني أنت عندك نفس ما قال الدكتور حمد المطر 50 أو 40 ألف طالب يتخرج سنوية من الثانوية العامة والمدارس الخاصة. الجامعات الخاصة والحكومية بالكويت ما تشيل إلا 17 ألف طالب أو 18 ألف سنويا، هذا كمستجدين. تمام. 17 ألف. وخطة البعثات الخارجية هالسنة ما شارت إلا 3600، وخطة شواغر على كلام الوزارة في الاجتماع الأخير ما راح تاخذ اكثر من 300 طالب. بالتالي انت عندك جاب كبير. هل جاب ممكن يتعوض بالمدارس العسكريه والكليات؟ ولكن عدد قليل منه اللي راح يتعوض. طيب الباقي وين بيروحون؟ ال 10000 ولا 8000 اللي كانوا يسجلون في جمهوريه مصر العربيه سنويا وين بتوديهم؟ انا ما عندي مشكله، سكر على الطالب. انا اليوم ترى انا معاك، سكر على الجامعات ان كانت سيئه، ولكن وفر حق الطالب البديل. وفر، اما انك تحرمه من هالجامعه وما توفر له بديل فهذا امر خاطئ. ولازم يا اخوان لازم يتعالج هالسنه، ما ننطر للسنه الجايه.
فاذا انت نطرت السنه للسنه الجايه ف 8000 طالب اللي المفروض انهم يسجلون سنويا خلينا نقول انهم 5000 راح يتكدسون في العام الجاي. هذه كارثه. حتى احنا سوينا دراسه توضح مدى توفير الدراسه في مصر على ميزانيه الكويت. تسالوني شلون شنو العلاقه، انا بقول لكم. بعض الاخوان في اللجنه التعليميه ذكروا بالاجتماع ان احنا مع القرار. انا اسف دكتور حمد بس للامانه ترى مو كلهم صفوا معنا، مو كلهم ساندونا احنا الطلبه، وهذا امر طبعا احنا نستنكره. واحد منهم باللجنه، واحد منهم غير تابع للجنه، بس اعتقد انت دازينا الدكتور حسن جوهر والاستاذ مهلهل المضف ما صفوا معنا، قالوا ان هذا قرار جريء. طيب قرار جريء، قال القرار جريء وفي مصلحه للوطن. اي قرار؟ لا عفوا، قالوا اي قرار جريء في مصلحه للوطن. طبعا هذه الكلمه قالها الدكتور حسن جوهر ومهلل المضاف رددها بحكم انهم اعتقد من كتله واحده يمكن او شيء. انا سمعت، انا للامانه مالي بالسياسه بس هذا اللي سمعت، انهم يتبعون كتله واحده، فعشان كذي ردد كلامه وقال ان هذا امر صار. هي انا موجود وهذا مسجل في محضر الاجتماع عندهم. ايش رديت انا؟ شلون؟ ياهم الدور. يعني الحين اقول لك هذا قرار جريء، واي قرار جريء في مصلحه للوطن. طيب من غير دراسات، اي قرار جريء بيكون في مصلحه للوطن؟ هذا امر طبعا غير معقول وغير ابدا مو عقلاني. وحسن جوهر قال بان ان كانت الدوله ستنفق خل تنفق على دول متميزه. طبعا احنا معاه في هذا الامر، ان كانت الدوله تبي تنفق خل تنفق على امريكا ولا بريطانيا ولا ايا كان. طيب انت ما تدري يا دكتور حسن جوهر ان جميع التخصصات الادبيه اساسا في مصر الطالب يدرسها على نفقته الخاصه. ما تدفع كالطالب الا 200 دينار مكافاه اجتماعيه. هل انت مستخسر هالامور على الطالب؟ تدري ان ميزانيه الدراسه بشكل عام بالكويت بجميع الكليات الخاصه 6000 او 5000 دينار؟ احنا سوينا دراسه على هالجامعات وقارناها في عدد الطلبه اللي يسجلون في مصر سنويا. وما انا ما بالغت بالعدد، لا انا ما قلت 8000 ولا 10000، قلت 6000 او 5000. دائما الدراسات تتم على ادنى شكل وما ناخذ الرينج الاعلى منها. ولكن يعني انصدمنا ان هالطلبه انسجلوا هالسنه في الكويت في الجامعات الخاصه وابتعثوا داخليا على حساب الدوله راح يكلفون الدوله 48 مليون. متخيلين يا اخوان؟ فهذا الدكتور انه يقول ان هذول الطلبه مكلفين على الدوله كلام غير مدروس وكلام عشوائي، ويقول ان هذول المكلفين ومن باب اولى ان احنا ندزهم لدول يعني جامعاتها عريقه اكثر من جامعات مصر، يعني اعرق من جامعات مصر. ها، وما يدري ان جميع الطلبه اللي يدرسون في التخصصات الادبيه يدرسون على نفقتهم الخاصه وهم موفرين على ميزانيه الدوله، وان يدرسوا بالكويت راح يكلفون الدوله على حسب الدراسه اللي سويناها 48 مليون، طبعا من غير الاعانه ومن غير البدلات السنويه. انا بس اتكلم لك عن الرسوم الدراسيه وهذا مبلغ هائل. تمام، فاكيد في كواليس وفي امور دارت بالوزاره. احنا ما نقدر نذكر كل شيء لان الوقت للامانه ضيق.